السلام عليكم متتبعي قناة فاطمة زهرة، مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة. هذه الحلقة هذه غتكون بالتشارك مع الأخت هاجر من قناة شيوات الميمة. هذه هي القناة، وصفاتها متنوعة وجميلة. نتمنى منكم أنكم تدخلوا القناة ديالها وتشاركوا معها وتدعموها، عندها وصفات متنوعة وزوينة. وكان في هذا الاشتراك أننا نعمل طرطة بلا بات بغيزي، فقبل ما غادي نتعرفوا على الطرطة ديالي نخليكم مع هذا المقطع باش تعرفوا على هاجر من قناة شيوات الميمة وكذلك الطرطة اللي غادي دير لينا. السلام عليكم، معكم هاجر من قناة شيوات الميمة، مرحبا بكم عندي في القناة ديالي. بهذه المناسبة غنحضر لكم طرطة ديال التفاح. أما بالنسبة للطرطة ديالي فغادي تكون بالشوكولات والكريمة ديال الكوك. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. باش نحضروا لاطاغ ديالنا غادي نحتاجو لاباط فغيزي، سبق لي وحضرتها في حلقات سابقه، غادي نخلي لكم رابط تحت هذا الفيديو باش تدخلوا وتشوفوا الطريقه ديالها. كناخذوا لاباط فغيزي وكنقادوها في المول ديال لاطارت وكننتقلوها بشي حاجه اللي ما تتطيبش، بحال مثلا انا خدمت هنا بالعدس اللي ما يصلحش يعني باش نطيبه من بعد. تقدر ديري حماص، لاباط، المهم اي حاجه اللي ما غاديش تصلح لك باش طيبها، يعني كتبقاي تخبيها غير باش تقلي بها لاباط. كيف ما كتشوفوا انا درت العدس، وهاد العدس يعني ديما كنخبيه في ما كنبغي ندير واحد لاطاغ، كان هو باش كنتقل به. فكنتقلوها بحال هكا وكندخلوها الفران يكون سخون، ونديرو بحسابنا بلي هي كطيب من التحت ومن الفوق، ونديرو بحسابنا راه مازال غادي تعاود تدخل الفران من يكملوا باقي الطبقات. درنا طاب البسكوين دوتو دابا باش نشوفو الحشوة، واللي غادي نحتاجو في الطبقة الثانية 200 غرام ديال الشوكولات أسود، والطبقة الثالثة غادي نحتاجو الكريمة اللي غادي نوجدو، 200 غرام ديال الكوك، 200 غرام ديال السنيدة، وربعة ديال البيضات، عزلت الصفار بوحديتو والبيض بوحديتو. ومن بعد كنذوب الشوكولاتة بالبان ماري وكنخفيه على البسكويت. كطبقة كنخلي الشوكولاتة حتى يلبس، وكنمشي نجيب الطبقة الثالثة والأخيرة، كناخد البيض ديال البيض وكنضربو حتى كيولي بيض بحال التلج. البيض ديالنا هو ضربناه، بعد ما كنضربو البيض بوحديتو حتى كيولي هكا بيض بحال التلج، كناخدو الصفر كنهدو الصفر وكنطربوه مزيان مع سنيدة، كنبقاو نطربو في البيض حتى كيولي اللون ديالو مايل للبيضية، كنبقاو نطربو حتى كيولي البيض هكا. دابا غادي نبداو نزيدو بشوية بشوية الكوك وحنا كنخلطو. نزيد الكمية اللي بقات ليا، ملي كتخلط كنبداو نزيدو في البيض ديال البيض شوية بشوية. مع التخلاط غادي نزيدو اللي بقى ليا، كنزيد الأخير. ملي كيولي عندي الخليط هكا كنجيب لاطاقة ديالي
بعد ما جمد لي الشوكولات وكنخوي هاد الخليط على هاد الكريمه ديال الكوك في القلب ديال لاطا. كردها الفران طيب تشبر فراس هذيك الكريمه ومن بعد نهبطها لتحمر من الفوق ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لاطا اللي وجدنا اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت اللي وجدنا اليوم. بصحة وراحة، نتلاقاو الحلقة المجية إن شاء الله. سلامة.